الكشافة الإسلامية الجزائرية التي كانت منذ تأسيسها عاشت الكشافة الإسلامية الجزائرية، عاشت الجزائر واحدة موحدة. تأتي السنة طبعا متميزة وعرس من عرس الكشافة الإسلامية الجزائرية، ويأتي في ظروف ربما تختلف عن السنوات السابقة، إذ أنه يأتي قبل الأسابيع قليل من تحضير المؤتمر الوطني 13 إن شاء الله تعالى، الذي سيدرس استراتيجية المنظمة في المرحلة المقبلة 2023-2028. هذه السنة نؤكد مرة أخرى على تعزيز مكانة المنظمة عبر مختلف ولايات الوطن وولاية ورقلة المنتشرة عبر بلدية الولاية كلها في أزيد من 3500 منخرط عبر 30 كشفي، هم ينشطون يقدمون عبر حملة التوعية والتحسيس وتربية الفتية على المواطنة والمشاركة المجتمعية.